أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، حتى لا تختلط الأمور على الناس. واستدل بقول الله تبارك: لا تقم فيه أبدا، وهو مسجد بناه أبو عامر الفاسق، وأبو عامر الفاسق والد حنظل بن أبي عامر، وحنظل صحابي جليل وهو الذي يقال له غسيل الملائكة، وأبوه رأس من رؤوس المنافقين، سبحان الله، يخرج الحي من الميت. فالقصد أنه بنى مسجدا ضرارا، فأمر الله نبيه أن يهدمه أو أن يحرق هذا المسجد، فأحرقه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة مكان قريب من ينبع الآن. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجوز له ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن؟ يعني هذا المكان الذي تريد نذرت، لماذا بوانة؟ لماذا هذا المكان؟ هل كان، لأن ما الناس كانوا في جاهلية، كانوا على كفر، الآن جاءوا إلى الإسلام. فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ فقالوا: لا. مفهومه أنه لو كان فيها وثن يعبد نكون إيش؟ يمنعون من ذلك. قال: فهل كان فيه عيد من أعيادهم، سواء كان عيدا زمانيا أو عيدا مكانيا؟ فقالوا: لا. طيب، أوفي بنذرك إذن، هذا هو الأصل. الأصل أن الإنسان يوفي بنذره إذا نذر، ولا يجوز له أن يخل بالنذر إذا كان النذر نذر طاعة، كمثل هذا النذر أن ينحر إبلا. يعني ومفهوم أن النذر طبعا إذا نذر أن هذا الطعام للفقراء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. أي لو كان هذا النذر لمعصية الله تبارك وتعالى فإنه لا يجوز قطعا، لكن طالما أنه النذر ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى فالإنسان يوفي بنذره. وإذا كان النذر لا طاعة ولا معصية، وهو ما يسمى بالنذر المباح، فإنه مخير بين الوفاء بنذره وبين كفارة اليمين. مخير، مثل نذر أن يلبس هذا الثوب فيقول: أنا نذرت والآن لا أريد أن ألبسه، نقول: كفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين. لماذا؟ لأن النذر في المباح مخير فيه العبد بين الوفاء وبين كفارة اليمين. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يوفوا بنذورهم. قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا وفاء فيما لا يملك ابن آدم. لو نذر الإنسان شيئا لا يملكه، كان نذر أن يعتق عبد فلان، هو ليس عبدا له حتى يعتقه، وإنما هو عبد فلان، أو يبيع سيارة فلان، أو يشتري، إذا منع الشخص الذي نذر لا يملكه، نذر شيئا لا يملكه، هنا أيضا فيها كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين. النذر معصية إن كان فيها وثن،
أو كان فيها عيد من أعيادهم. نعم. التاسعة الحذو من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.